دلوقتي جه ميعادنا مع اخبار الطقس بالتفصيل. وهيئه الارصاد بتتوقع ان النهارده لسه في ارتفاع طفيف في درجات الحراره، والطقس لسه مكمل في شدته وهيكون رطب على القاهره الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، وهيكون حار رطب على السواحل الشماليه، لكن بالليل الجو هيكون معتدل رطب على السواحل الشماليه ومائل للحراره على باقي الانحاء. في ارتفاع في معدلات الرطوبة بالنهار، وده هيزود الإحساس بالحرارة عن المتوقع بحوالي 2 لـ4 درجات. كمان النهاردة في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وكمان في فرص أمطار خفيفة على مدينتي حلايب وشلاتين، وده هيكون على فترات متقطعة. علشان نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الطقس معانا على التليفون دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك وزينة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. الجو حر بقالنا كام يوم ومتوقع أنه هيستمر معانا حتى نهاية الأسبوع، لكن كمان ارتفاع درجات الرطوبة ده هو الشكل الكبير ملحوظ معانا، خاصة وإحنا جايين الفجر النهاردة كانت فعلا الرطوبة كانت مرتفعة جدا. بالفعل هو في طبعا ارتفاع في درجات الحراره، ويمكن اليوم هيكون في ارتفاع اخر في درجات الحراره. احنا بالامس سجلنا عظمى على القاهره الكبرى 35 درجه مئويه، اليوم متوقع تكون 36 درجه مئويه، ده طبعا درجه الحراره المسجله، لكن المحسوسه توصل ل 39 و40 درجه مئويه بسبب الارتفاعات الكبيره في نسب الرطوبه اللي مستمره معانا منذ عده ايام ومكمله معانا كمان على مدار هذا الاسبوع. ونسب الرطوبه هي اللي بتعلي احساسنا او بترفع احساسنا بارتفاع درجات الحراره، لان احنا طبعا بنتاثر بامتداد منخفض الهند الموسمي. بالاضافه كمان فترات النهار في زياده لفترات شطوع اشعه الشمس، فالعوامل دي كلها تخلينا نحس بالاجواء شديده الحراره الرطبه خلال فترات النهار على القاهره الكبرى، محافظات الوجه البحري، محافظات شمال وجنوب الصعيد وايضا جنوب سيناء. اما على السواحل الشماليه فطبعا درجات الحراره اقل، فالاجواء بتكون عليها اجواء حاره رطبه فتره النهار، لكن نسب الرطوبه على المناطق الساحليه طبعا بتكون اعلى من المناطق الداخليه لانها احيانا بتتجاوز ال 95%. وكمان خلال فترات الليل مع هدوء سرعات الرياح هنحس اكثر بارتفاع نسب الرطوبه، والاجواء بالفعل اجواء نقدر نقول مائله للحراره رطبه خلال فترات الليل على اغلب مناطق الجمهوريه. وطبعا مع هدوء سرعات الرياح متوفر عوامل الرطوبه، تتكون شبوره مائيه على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه المؤديه من والى القاهره الكبرى، محافظات الوجه البحري، سواحلنا الشماليه ومدن القناه. الشبوره المائيه دي بتتكون في الساعات المتاخره من الليل، يعني تقريبا على الساعه 3 4 الفجر بتبدا تكون الشبوره المائيه، وبتستمر حتى سطوع اشعه الشمس، يعني تقريبا على الساعه 6 صباحا بتبدا الشبوره المائيه في التلاشي من على اغلب الطرق. بالاضافه كمان اليوم متوقع تكاثر للسحب المنخفضه والمتوسطه والعاليه، واللي احيانا ممكن تكون سحب رعديه على بعض المناطق من مدينتي حلايب وشلاتين. كنت هسأل حضرتك فعلا في فرص امطار او سقوط امطار في حلايب وشلاتين النهارده؟ بالفعل على مدينتي حلايب وشلاتين في فرص لسقوط الامطار الخفيفه الغير مؤثره تماما على اعمال الانشطه اليوميه، فما فيش منها قلق باذن الله. كمان طبعا متوقع ان يكون في نشاط للرياح بس على المناطق اللي موجوده في جنوب البلاد، احيانا هيقلل احساسهم بنسب الرطوبه، لكن المناطق الشماليه هيحسوا بارتفاع كبير في نسب الرطوبه بسبب هدوء سرعات الرياح. طب بالنسبه لحاله البحر كمان دي مهمه اسال حضرتك عليها، حاله البحر الابيض المتوسط والاحمر وارتفاع الامواج. طبعا هي حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط معتدلة تماما، مؤهل لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزه. ارتفاع الأمواج على البحر المتوسط بيكون ما بين 1.5 لـ2 متر. البحر الأحمر أيضا يعني هو معتدل تماما ومؤهل لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية، ارتفاع الموج لا يتجاوز 1.5 متر، فنقدر نقول إن البحرين مؤهلين لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزه، ونقدر نستمتع بالأجواء على البحرين بإذن الله. لكن دايما في نصايح مهمة نخلي بالنا منها، لو احنا طبعا هنروح المناطق الساحليه او حتى لو احنا موجودين في القاهره الكبرى، هو تجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس فتره الظهيره، ده مهم جدا. صحيح. لان اشعه الشمس المباشره هتزود احساسنا اكثر بارتفاع درجات الحراره، لا قدر الله بتصيبنا بضربات الشمس والاجهاد الحراري، فمهم جدا على الاقل فتره الظهيره نتجنب اشعه الشمس المباشره من الساعه 12 الظهر للساعه 4 العصر. لو انا هخرج يبقى معايا شمسيه او كاب اي شيء يحميني من اشعه الشمس المباشره. مهم جدا نتواجد في اماكن جيده التهويه، ده هيساعدني على عدم الاحساس بنسب الرطوبه العاليه. اخر حاجه هسال حضرتك عليها، هل متوقع ان احنا نستمر في حاله الجو دي لاخر الاسبوع ولا هتنكسر هذه الموجه الحاره؟
لا، متوقع على مدار هذا الاسبوع يكون في ارتفاع في درجات الحراره عن الاسبوع الماضي بحوالي من درجه الى درجتين، يعني متوسط درجات الحراره على القاهره الكبرى هتتراوح ما بين ال 35 وال 36 درجه مئويه لنهايه هذا الاسبوع ان شاء الله، مع استمرار كمان ارتفاع نسب الرطوبه. تمام، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. تعالوا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبداها من القاهره والعظمى 36، الصغرى 25، اسكندريه 32، 24، مطروح 31، 24، سيوه 39، 22، بورسعيد 33، 25، دمياط 31، 25، الاسماعيليه 36، 24، السويس 35، 24، العريش 33، 24، طابة 35، 26، كاترين 32، 19، شرم الشيخ 38، 29، الغردقة 37، 28، الفيوم 37، 25، بني سويف 37، 25، المنيا 38، 24، أسيوط 38، 24، سوهاج 38، 27، قنا 41، 27، الأقصر 42، 27، أسوان 42، 29، الوادي الجديد 43، 25، شلاتين 39، 27، وأخيرا حلايب 35، 28. طمنا حضراتكم على حالة الجو، بنتمنى إن أنتوا تاخدوا بالكم في ساعات الظهيرة فعلا ما نوقفش في الشمس ونشرب كميات وفيرة من المية. هرجع مرة تانية لأحمد ومنى عشان نكمل معاكم فقرات صباحية مصر. شكرا ليك يا دين. شكرا ليكم.